بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم ولقاء جديد في داء ودواء. سعيد أن يكون ضيفي وضيفكم هو البروفيسور العالم الأستاذ دكتور عبد الباسط سيد، أستاذ التحاليل الطبية بالمركز القومي للبحوث وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأستاذ الطب التكميلي بمصر. برحب بك يا دكتور. أهلا بك. برحب بكل مشاهدينا، ونقول النهاردة عنواننا هو قسمين. القسم الأول هنتكلم عن التهاب الأعصاب الطرفية وخاصة مريض السكر، أما الجزء الثاني هنتكلم على سخونة القدمين ومشاكل القدمين عموما، وأيضا عدم ورود الدم إلى الأطراف والأصابع. كل ده هنتكلم فيه النهاردة بإذن الله، وكمان بإذن الله نتكلم برضو عن جزء بسيط عن ضغط الدم. كتير من المشاهدين كلمونا عن المنتجات وكلمونا على كريم التبييض، هو اسمه إيه، نقدر نحصل عليه إزاي. يا جماعة بنقول مرارا وتكرارا، اي حاجه من المنتجات اللي قدام حضراتكم حابين ان انتوا تاخدوها، ارقام التليفونات الظاهره على الشاشه، خصوص سواء الوكلاء داخل مصر او خارج مصر في الدول العربيه، وان شاء الله باذن الله تصل لغايه عندكم باذن الله بدون عناء. دكتور، لو اتكلمنا في البدايه في موضوع حلقتنا النهارده، ولكن التهاب الاعصاب النهارده بدا يشكو منه الكثيرون، التهاب الاعصاب الطرفيه، وخصوصا مريض السكر، وايضا في بعض الناس بيشتكوا ان هو بيقف طول النهار في شغله فبيبقى عنده مشكله في القدمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى فضله بعد عدله، وعلى إحسانه بعد ميزانه. سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الطاهر الزكي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، الحقيقه يعني الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه يشمل حاجات كتير جدا. نعم. التهاب الاعصاب الطرفيه لمريض السكر نتيجه الخلل اللي بيتم في الدوره الدمويه الاسباب لمرض السكر بيعمل مشكله كمان في الشرايين. نعم. بالاضافه الى ان التهاب الاعصاب الطرفيه ده بيعمل سخونه في القدمين، وبيعمل كان مفيش حساسيه في القدمين تماما. بدليل ان ممكن مريض السكر يحصل له جرح في القدم وما يحسش بالجرح، والجرح يقعد يتسع يتسع لحد ما يسبب الغرغرينه. وعشان كده الاهتمام بقدم مريض السكر في منتهى الاهميه. يعني حتى قص الضوافر، لابد من قص الضوافر بحيث ما يعورش نفسه. ده نمره اثنين. نمره ثلاثه، ان في حاجات كتير جدا من الناس بتلاقي نتيجه وجود دوالي في الساقين، تلاقي في سخونه في القدمين الى ابعد الحدود. يعني مثلا واقف طول النهار، او حتى مش واقف طول النهار، بعد ما بيقلع الحذاء تجد ان القدمين من اسفل زي تكون بلاطه، سواء كان في شتاء او صيف، بلاطه سخنه. نعم. ودي بيعاني منها عدد كبير جدا من الناس. والحقيقه دي بتبقى ايه بقى؟ والسخونه وحرقان. ودي نتيجه ايه؟ نتيجه الدوره الدمويه برضو الطرفيه فيها خلل. تمام. يعني الدوره الشريانيه بتودي الدم. تمام. بس الدم مش بيرجع كما يجب، ليه بقى؟ لان في حاجه مهمه جدا، في ميتابولايتس بتتكون، اللي هي نواتج التمثيل الغذائي. احدى نواتج التمثيل الغذائي اللي هو حامض من الاحماض، اللي هو اللاكتيك اسيد ده، والحامض ده اساسا ما بيرجعش، فبيبقى موجود احدى الميتابولايتس نتيجه تركيز، يعني المفروض يرجع في الدوره الدمويه. نعم. الوريديه. فالعمليه دي بتعمل حرقان في القدمين الى ابعد الحدود نتيجه وجود نواتج التمثيل الغذائي اللي كاجب كانت ترجع عشان تنقيها الكليتين، ما رجعتش في الدوره الدمويه الوريديه. بالاضافه ان العمليه دي احيانا بتعمل ايه بقى؟ عدم وجود الدوره الدمويه في الاطراف من الممكن تعمل حاجه غريبه. مثلا اديك مثال، ممكن تعمل التهاب في الاذن الوسطى، وممكن تعمل شبكيه العين او العصب البصري. العصب البصري تلاقي في ناس عندهم الحاجه دي ابتدت تقل نتيجه عدم توارد الدم بالكم الكافي. نعم. وعدم توارد الدم بالطريقه الكافيه برضه في القلب من الممكن يعمل مشكله كبيره جدا، وهي الذبحه الصدريه. الذبحه الصدريه يعني موت نسيج نتيجه عدم وصول الدم والاكسجين اليه كما يجب ان يكون. أيوة. يعني فالعمليه هنا في منتهى الايه، الخطوره. الحقيقه انا يعني اتكلمت في الحته دي لسبب. يا جماعه، التراث الاسلامي والتراث العربي بتاعنا غني جدا واغنى من اي تراث موجود. ده حقيقي. لا يعني معلش، التراث العربي والتراث الاسلامي بتاعنا الاثنين مع بعض 170% من التراث الصيني. ولكن لا تنكر علينا ان كثير مننا يجهلوا التراث العربي. يعني اديك مثال صغير، لو كان التراث الصيني واحد، احنا بالنسبه له 170% زياده. طب تمام، شوف قد ايه نسبه كبيره جدا.
العمليه دي، لا العمليه دي بايه؟ انا يعني بقعد كده واتفرج وانا بقلب في التلفزيون، قال في ناس حصل عنا في حاجات غريبه جدا، تنقيع القدمين مش تنقيع القدمين، ويجيب لك حاجات غريبه جدا. تعرف يا استاذ عمر الكلام اللي كان موجود لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحكت الارض فاخرجت الكير، وضحكت الجنه فاخرجت الكمأة. نعم. الحديث يا اخواننا موجود في الطب النبوي لابو نعيم، والطب النبوي للامام الالوسي، والطب النبوي للامام الذهبي في الوقت، وابن القيم، يعني في الاربع كتب دي موجود. الحقيقه انا عملت الكلام ده لقيته ايه؟ في ناس كتيره جدا يا استاذ عمر تلقى الاطراف بتاعتها تزرق في الشتاء ويحصل له بروده جامده جدا. نعم. وتلقى نتيجه بروده القدمين ما بينامش كويس. اكيد. وتلقى الايدين زرقت والرجلين زرقت. كل الكلام ده موجود تصور كان بتوصفه السيده عائشه. نعم. يعني طب شوف احنا بنتكلم في ايه؟ في من قديم الزمان. ايوه. طب هنا النهارده بيشتكوا من ده، وكمان بيحصل جرح او يحصل مشكله في القدمين. كل الكلام ده تحصل مشكله اكبر تصل الى غرغرينا. انا عامل الخلطه دي واستخدم، بقول لك عندنا 180 قدم كانت يجب ان تفطر. يعني خلاص الجراحين قالت لهم تكتر. احنا استخدمنا الكلام اللي انا بقوله دي. فعملت انا تنقيع للرجلين. في ناس كتير جدا فاهمين التنقيع في الخردل، لا مش الخردل بس. ده انا بضيف مجموعه من الاعشاب الثانيه، ثلاث اعشاب مع الخردل. طب الكلام ده تعرف بيعمل ايه؟ اه بص حضرتك انت بتعمل كده، بتحط رجليك في المحلول ده، بتنقع رجليك في المحلول ده، يجري الدم في الدماغ. فاما يجري في الدم في الدماغ بيجري الدم في الاذن الوسطى. اكيد. فيشيل عمليات كتيره جدا من عمليات الايه، احيانا تلاقي في واحد بيعمل يسمع ايه دوشه في طنين، عم يسمع طنين في ودنه. في الوقت نفسه بتغذى العصب البصري، لان العصب البصري بيتغذى بايه؟ الكلام ده. فعشان كده في ناس كتير جدا مثلا تلقى النظر ابتدى يحصل له بريك داون، يعني الا 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 نقول له استخدم الكلام ده، عايز يستخدم اجريسفلي. في ناس كتير جدا كانت بتصلي وهي قاعده نتيجه الخشونه في ركبتين. لا ده لما تنقع رجليك في المحلول دي شيل الكلام ده. طب هنا النظر بيقل ليه؟ ما هو السبب؟ لا نتيجة العصب البصري ما بيغذيش كما يجب ان يكون. طب لما بيحصل ان احنا بننقع على بتديله دم اكتر، بيتوارد الدم اكتر. يحدث ايه برضه؟ ايه الاختلاف اللي بيحدث عند المريض؟ بتحس بعد شهر كده من التنقيع صباحا ومساء لمده نص ساعة تلاقي ابتدى النظر يعود الى ما كان عليه، يعني ايه جراديولي، طبعا ما فيش حاجة اول اوف صدن، ما فيش حاجة فجأة. الكلام ده يا جماعة في منتهى الأهمية في التراث الإسلامي والتراث العربي بتاعنا. بنروح وبنسمع ناس تجيب وناس تحط لك، تقول له واحده معمره ومش معمره وحطت رجليها ومش رجليها. الكلام ده انا بسمعه واستغرب. في حين لا، وفي كمان قال لي موضوع اللزقه. وسأله موضوع كل اللزقة الكلام ده يا استاذ عمر. بص حضرتك الديتوكسيا ان انت عشان تعملها وتخلص الجسم من السموم اللي موجوده، النقع في الرجلين ده بيعمل كده. ولذلك اللي بيعاني من قله النوم بالليل لو نقع رجليه في الكلام ده يروح ينام كويس قوي. كويس جدا. لو في جرح لمريض السكر احنا ضايفين على الكلام ده بعض الاعشاب اللي بتعمل التئام وتعمل الجرح ده، يخلي الجرح يعمل ايه؟ يخلي الجرح يلتئم. بالاضافه ان بعد كده احنا بناخد مثلا بتدين، بنحط بتدين على ماء اكسجين ونطهر بيه الجرح اللي موجود في قلب المريض السكر، بنستخدم عسل نحل موجود عليه زيت كبد الحوت، لان انا قلت لك ان الروس كان في الحرب العالميه الثانيه كانت عندهم جروح رهيبه جدا جدا جدا، وكانت الجروح بتعفن وعدد كبير جدا من الناس كان بيموتوا نتيجه تعفن الجروح. فاستخدموا العسل النحل المضاف عليه زيت كبد الحوت، فبطل التعفن تماما وابتدت الجروح كلها تلتئم التئام كامل. طب استريبو هنا هل له دور في هذا الموضوع ولا لا؟ الاستريبو هنا ده معناه انك انت بتشيل الدهون وبتشيل ستريتش مارك وبتشيل السليوليت. هل لو الانسان استخدمه في القدمين كمان هل دي لا ده ممكن يعمل حاجة ولا في حاجة تانية مكان؟ لا هنا املاح وميتابولايتس. يعني كمية املاح وكمية نواتج التمثيل الغذائي. شوف بقى احنا بنعمل ايه؟ احنا عندنا كام دورة؟ ثلاث دورات، اللي هي الدورة الشريانية، الدورة الوريدية، الدورة الليمفاوية. الدورة الليمفاوية اللي بتعمل درينج. لذلك ان في ناس مثلا يحصل له ايه؟ تورم في القدم. في قدم متورمة والقدم الثانية مش متورمة. في أديمة في القدم. والتانية ما فيش أديمة في القدم. نعم. واخد بالك يعني كأنه في هذه الحالة التانية ده يخلي الدورات الثلاثة الشريانية والوريدية والليمفوية تشتغل كويس. تمام. في نقطة تانية، لو داء الفيل هيبتدي يشتغل من الأول، لو نقعنا رجلينا في الكلام ده هنشيل الكلام ده تماما. تمام. الكلام ده يا اخوانا في التراث العربي وألمانيا بتستخدمه على أكبر كميات من استخدامه نيويورك. ده الشعب الأمريكي النهارده
بيستخدم كل التراث العربي والتراث الاسلامي، لدرجه ان في تجاره الاعشاب المقننه علميا، بس مش باللي بتيجي كده ان كل واحد بيطلع يتكلم فيها بالطريقه التمايون اللي احنا بنشوفها. تمام. مش بطريقه العلم. عارف دي يا استاذ عمر دلوقتي موجوده في كام؟ في تقريبا وصلت الى 30 مليار دولار في امريكا بس. تمام. طيب الاستخدامات. طيب مريض السكر هنا اتكلمنا عليه وحكمه انه عنده مرض السكر وده شيء طبيعي، واحنا بنجد شباب النهارده بيشتكوا من هذه المواضيع. انت ممكن تكون طلعت الصبح من البيت وروحت الساعه 12، لما بتيجي تقلع الحذاء والشراب والكلام ده تلقى رجليك في حرقان. ماشي. روحت كده لقيت فيه تعب في العضلات دي تماما. لو نقحت رجليك كده 4 معالق من الكلام ده من المحلول من الاعشاب اللي احنا بنديها، اللي هي 4 اعشاب، واخد بالك؟ لو في اي جرحه الالتئام، لو في تينيا بين الصوابع بتلتئم، تينيا. تمام. شوف قد ايه. نعم. الكلام ده لو مش الواحد مش بينام ينام ليه وانت قاعد كده بتلقاك عرقت. لو في خشونه في الركبه بتتشال. خشونه في الركبه بنما استخدمناها كمان مرهم جنبيه اللي هو احنا الحقيقه بدم الضرب يبقى احنا بنعمل الجيل الثاني على طول. لان السيلفين كان موجود والضرب، فابتدينا نستخدم الستريبو. تمام. مش كده ولا ايه؟ تمام. فبناء عليه يا استاذ عمر الكلام ده انا شخصيا انتبهته. لما برجع بالليل والقى في سخونه في القدمين ولا بلقى كنت بقف كتير جدا، ولما نشرتها نشر كبير جدا وابتديت اجربها. وبعدين لما رحت المانيا لقيت ان عدد كبير جدا من الالمان بيستخدموها، فاضفت عليها حسنتها. عملت لها امبروفمنت وعملت لها ايه اللي هي حمايه المانيه. تمام. ودي الوصفه العشبيه اللي ماخوذه من الطب النبوي واللي ماخوذه من التراث الاسلامي. كويس. الكلام هنا ليه ابعاد كبيره جدا. يعني مريض القلب 100 100، اللي عنده عارف اللي عنده جلطه، المحاليل اللي بتتحط دي والاعشاب اللي بتتحط دي بتوزن ال 14 عامل المسؤولين عن عدم تكوين جلطه داخل الاوعيه الدمويه. تمام. خلي بالك ان في 14 عامل، لو انا عايز اوزنهم اوزنهم ازاي؟ اوزن الاول مع الثاني، والاول مع الثالث نحط ال 14، الثالث مع الرابع نحط ال 14، الرابع مع الخامس نحط ال 14، الخامس مع السادس، هينتج عندي الاف الاحتمالات، اي احتمال امشي فيه عندي ميدان متفرع ل 1000 شارع، ان اي شارع صح. حقيقي. التنقيع ده في الحته دي بيعمل ايه؟ ينظم ال 14 عامل المسؤولين عن عدم تكوين جلطه داخل الاوعيه الدمويه. الكلام هنا كلام كبير. ما هوش كلام صغير. وانا حرصت ان انا اجي اتكلم النهارده في الحته دي لسبب، لان انا سائني جدا الصين ومش الصين ومش عارف ايه والكلام ده. ايه يا جماعه اللي بتعملوه ده؟ ويجي لك واحد يتكلم ويتكلم وكان باقناع وكانه عالم من العلماء. يا جماعه الكلام اللي احنا موجود عندنا في التراث الاسلامي اكبر من كده، والناس اللي بتجني ملايين دي يعني مش عارف، يعني مش عارف اقول ايه. طيب خليني برضو اتكلم، احنا اتكلمنا على ستريبو وكيفيه استعماله. خليني اقول برضو ان كان في سؤال قبل ما ندخل على الهواء كنت بكلم حضرتك فيه. في اخت بتسال على ما هو كريم التبييض، لان هي ما عرفتش اسمه، لان هي ما لحقتش تحفظ اسمه، وكثير من هذه الاسئله. هو الكريم التبييض اللي هو قدام اللي هو ميلانو ده اساسا انا قلت يا استاذ عمر في حاجه مهمه جدا احنا اتبعناها، وانا اتكلمت في الكلام ده اكتر من يعني 10 مرات او 20 مره. قلت ان كل التبييض، يعني انا من الممكن زي ما بعض السعوديات او بعض ان اخواتنا او بناتنا اللي موجودين في الخليج بيقولوا لك انا عايز اوصل الى بياض الشوام. من الممكن، بس هنستخدم ايه؟ هنستخدم الهيدروكينون. الهيدروكينون قلت لك انا من الممكن تعمل ايه؟ تبوظ لي صبغه الميلانين اللي موجوده تماما. نعم. فتصل الى البهاء. عشان كده الهيدروكينون قانون الصيادله العالمي قال لك ما يجيبش انه يزيد في اي كريم عن 2%. ومع ذلك ايفن، يعني حتى بيقولوا ايفن انه استخدامه المضطرد من الممكن يعمل دروباكس، يعني يعمل مشاكل. نعم. احنا ما استخدمناش الهيدروكينون خالص. دايما كريمات التبييض لو حطيت معاها كورتيزول او كورتيزون بتجيب النتائج اسرع بكتير جدا. طب هنقف عند النقطه دي ونرجع تاني وليه بيجيب نتائج مسرعه. معانا الاستاذ عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله يعزك. معلش لي كم سؤال. السؤال الاول اللي هي اللي فيش اعشاب اللي هي مفيده لتنشيط عمليه التبويض، وحجم البويضه المطلوب يعني يكون كام ملي بالظبط؟ والسؤال الثاني اللي فيه اللي هي الماء اللي هو مايلد هيدروكيفالس اللي هو الماء تحت راس الجنين، يعني نصيب الجنين في الشهر الرابع، هل هذا يعني
يستمر من نزل الجنين، وهل له ما علاج ايه؟ يعني أعشاب ماذا؟ معينة. تمام، استنى من يوسف. الثالث المنتجات بتاعت الدكتور عبد الباسط مثلا، بالذات مثلا علاج الكبد مع حضرتك. طب بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن، يا ريت تحاول تكلمنا تاني وتقول لنا السؤال الثالث ان شاء الله. نرجع تاني يا دكتور، ليه حضرتك الهيدروكينون حضرتك بتقول انه بيعمل نتائج الهيدروكينون سريعه؟ بيعمل نتائج سريعه جدا، لكن النتائج السريعه دي بتخوف جدا لسبب انها ممكن تعمل بهاء. تمام، 80% من الحالات بتعمل بهاء، النسبه مش قليله. عشان كده احنا استخدمنا الميلانو في الكوجيك اسيد احدى الصيحه. قلت لك الكوجيك اسيد ده تقريبا الكيلو بتاعه ب $1000، يعني حوالي 7000 جنيه احنا حضرناه طبيعيا واستخدمناه طبيعيا. طبعا بالكورتيزون بيخلي التبييض مع الكوجيك اسيد عالي جدا. فانا ما استخدمش الكورتيزون، استخدمت الكورتيزون اللي موجود في العرق السوس عشان استخدم كورتيزون نباتي ملوش اي تاثير. ايوه. في الوقت نفسه يشد البشره ويبيضها. تمام. ده كل الكلام ده في ميلانو. كويس. والتطبيق بتاعه في منتهى البساطه حتى قبل كريم الاساس بيجيب نتائج كويسه جدا. لاسباب لو استخدمته صباحا ومساء بيبيض. طيب. حتى الكلام اللي فيه احيانا بتلاقي ايه؟ برضه نحاول حاجه بس بعد اذنك، يعني في حاجات كده بتتلقاها تحت العين. في بطش بتلاقيها موجوده، كل ده بيشيلوا الكاف ثلاثه اللي هو اعشاب الكبد رقم ثلاثه لسبب، لان عندنا واحد واثنين وثلاثه. الاثنين بتستخدم لحالات غريبه جدا وحالات الاستسقاء. نعم. لانها بتزود انتاج الالبومين. اعشاب الكبد الثلاثه دي بتعمل حاجه مهمه جدا، بتنظم صبغه الميلانين اللي بينتجها الكبد. وبالتالي تبيض، تلقى في واحد لونه برونزي نحاسي نتيجه فيروس سي، لونه برونزي نحاسي كده، والنحاسي فيه شحوب لونها اسود، تلقى كل ده انتهى. هتلقى الالوان اللي موجوده هنا تحت العين كلها تنتهي من اعشاب كبد، لان كل ده نتيجه وجود كبد ده كبد دوني، او ما يسمى بالليفر سيروس، التهاب الكبد، قصدي التليف الكبد. التليف الكبد. طيب خليني برضو اسال حضرتك في هذا النطاق، واتكلمنا احنا اتكلمنا دلوقتي على كيفيه ميلانو، كيفيه استخدامه، كيفيه التعامل معاه وان ما بيصيبش. طب لو حد عنده بهاء او صدفيه، ميلانو يعمل ايه معاه؟ وهل يتعارض مع العلاج بتاع البهاء والصدفيه ولا لا؟ لا، هو الميلانو ما يتعارضش مع البهاء والصدفيه. ليه؟ هو بيبيض المناطق اللي فيها، لان البهاء دي اختلاف، يعني ضياع الصبغه او ضياع صبغه الجلد في بعض المناطق. تمام. لا يطبق عليه. الصدفيه احنا قلت ان احنا هنعمل لها محلول، قصدي البهاء هنعمل له محلول بيجيب نتائج كويسه جدا جدا جدا، نتيجه الدهان فيه بيجمع الالوان وبيخليها تيجي، بيجمع الصبغه نفسها تاني. فلازم اشفيه سيستماتيكالي من جوه، لان قلت لك تكوين صبغه الميلانين فيها اربع مراحل. المرحله الاولى اللي هي ايه؟ قلت الفينايل الانين ويديني تيرودين، التيرودين يديني الدوبامين، الدوبامين بيديني ايه؟ صبغه الميلانين. فانا عندي ثلاث انزيمات هنا في اربع ايه؟ في اربع خطوات. اربع خطوات لازم انا اخلي الثلاث انزيمات دول يشتغلوا كويس. طب هنقف عند لو اشتغلوا كويس عن طريق سيستماتيكالي يبقى بيقدر يكون لي اللون. تمام. ام معاذ، السلام عليكم ورحمه الله. اليوم تعبت، اهلا بيك، اتفضل الدكتور معاكي. لو سمحت اكلم بسرعه باطن لو اتفضل يا فندم. والله هو معاكي، اتفضلي. بقول لحضرتك ان عندي سرعه الترطيب عاليه. سرعه الترطيب عاليه. كم 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 يعني كم؟ يعني 100 تحت 150 تقريبا، يعني 100 وكام؟ وبعدين حاليا 100 وكام؟ معلش 100 الاول 100 حضرتك، وبعد كده نزلت وبقت 80 بعد ما خدت كورتيزون وبعدين شيلته تاني. تمام. المشكلة في سؤال تاني غير المشكلة؟ لا خلاص. طب العمر كام سنة؟ العمر 51 سنة. في التهاب في أي منطقة من المناطق؟ العظم كله بيوجعني، لأن العظم ده الآلام اللي في العظم مش هتعرف. ماشي العظم ماشي 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 خلاص. ألف سلامة عليكي. ها؟ ألف سلامة عليكي، وتابعينا إن شاء الله يا أم معاذ، هنجاوبك إن شاء الله، مع ألف سلامة. حتى بس نتيح أكبر قدر ممكن من الاتصال لمشاهدين. نرجع تاني يا دكتور، حضرتك اتكلمت على الميلانو. ميلانو. الميلانو ده ممكن استخدمه في الاماكن اللي ما فيهاش ايه بهاء. البهاء انا قلت لك انا اعمل له محلول واعمل له حاجه سيستماتيكالي بتخلي اللون يرجع. طب هل احنا في ميلانو بنوقفه اثناء العلاج ولا ممكن نشغله عادي؟ ممكن نشغله عادي، ما فيش مشاكل في الاماكن اللي انا عايز ابيضها يعني. لاني بالاضافه الى حاجه ظريفه جدا، الميلانو والستريبو برضه ما لهمش علاقه بالصدفيه الى ابعد الحدود. تمام. لانه ده بيطر الاماكن دي، وانا قلت لك حضرتك الستريبو بيخش جوه.
بالك. تمام. فالصدفيه احنا برضو بنستخدم لها علاج، واحنا اتكلمنا عنه دهان من الخارج. والدهان ده بيعتمد على الحاجات المره اللي موجوده في النباتات، وبيعتمد على الكورتيزونات اللي موجوده في النباتات. نعم. الكورتيزون النباتي. اما العلاج اللي جوه انا قلت لك اعتمد اساسا كله على كميات الجنزبيل، لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصفي اللون، قال عليه يصفي اللون، فاحنا مهتمين. طيب خليني اقول لحضرتك برضو الناس اللي بتعاني من مشاكل سرطان الجلد. لا سرطان الجلد ده مشكله هنا مشاكل. هنا بقى كيفيه التعامل. ده مشاكل، مشاكل كبيره جدا. سرطان الجلد ده اصله المشكله دي بتبقى مشكله عويصه جدا، ده من المور اجريسيف يعني. من الحاجات اللي هي تعتبر يعني، فكره سرطان البنكرياس وسرطان الرئه وسرطان الجلد المور اجريسيف، يعني لما بيجي بعد عنك بيبقى ايه، لان الجلد كله بيتسرب، الجلد كله. في الحالات اللي زي كده احنا بنعمل ايه بقى؟ بنعمل حاجه ظريفه جدا في الحاجات دي، لازم نقوي جهاز المناعه. وبعدين بياخد علاج اشعاعي وبياخد علاج كيماوي. بس انا بعتقد والله اعلم ان الطرخشخون اللي احنا اتكلمنا عنه والهندباء البريه بتجيب نتائج كويسه جدا جدا في هذه الحاجات. طب ليه الطرخشخون بيجيب النتائج؟ هنعرفه. بس ناخد ابو معاذ من الجزائر. ابو معاذ السلام عليكم ورحمه الله. ابو انس. ابو انس السلام عليكم ورحمه الله. اريد ان اسال حضره الدكتور اذا كان ممكن على علاج الدوالي. حاضر. سواء كان من منتوجات دكتور عبد الباسط او اعشاب. حاضر. دوالي الساقين. تمام. سؤال اخر اذا كان ممكن. اتفضل. طبعا. كريم دنماسي متى يوزع على الوكلاء؟ معلش، كريم ايه؟ كريم دنماسي. كريم دلماكي. ديرموكيل. ماشي. زلاف الغضروف. تمام. دايناميتي. 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 كريم دلماكي. السلام. دايناميتي. 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 كريم دلماكي. ماله؟ زلاف الغضروف. تمام. حاضر. في اي سؤال تاني؟ خلاص خلاص. طب اشكرك شكرا جزيلا ابو انس، وتحياتنا لكل اهلنا في الجزائر. سرطان الجلد الترخشخون بينفع. ليه بقى بينفع؟ الاسباب للترخشخون معروف انه نبات الهندباء البريه نباتات مقاومه للنموات السرطانيه، بالاضافه الى ان هي بتعدل على فكره في ناحيه الريبير في الجسم او التصليح في الجسم. الماده الوراثيه بشوف 30 مره الـ يعني رب العزه جعل النظام البيولوجي في الانسان يعني ممكن يتغير 30 مره والجسم يصلحه. يعني شوف شوف قد ايه. يعني اللي بيصاب بسرطان حصل انه اصيب قبل كده كذا مره والجسم صلح الامور. سبحان الله. صلح 30 مره. ده رقم ليس بالقليل. طبعا مش قليل. فالريبيرنج، عمليه الريبيرنج اللي بتتم او عمليه الاصلاح دي بتتم في الانسجه كده. بس في ناحيه تمام كبير جدا، لابد من التخلص من السموم. واحنا اتكلمنا النهارده من التخلص من السموم عن طريق تنقية القدمين يا استاذ عمر. اتكلمنا الكلام ده. طب هنا معلش يا دكتور خليني اسال سؤال بسيط جدا. انا النهارده لما انقع رجليا ده يعني يقدر يقول يقلل نسبه السموم في الجسم او في القدمين بنسبه قد ايه؟ هقول لحضرتك ليه. انت لما بتعمل عمليه بلاد سيركيوليشن، زياده في الدوره الدمويه، فبتخلي الدم بيتعرض. طب معلش ناخد عبد الرحمن بسرعه لان ما معهوش رصيد. عبد الرحمن السلام عليكم. بسرعه قول لي ايه المشكله. السلام ورحمه الله وبركاته. السؤال الثالث. الله يخليك. لماذا المنتجات الدكتور؟ ليه المنتجات؟ انا واسال اي شخص انا يدفع للدكتور عبد الباسط يعرف ان هو راجل عنده علم صراحه غزير جدا جدا. الله يعزك. ويتكلم بناء على اساس اسس علميه، يعني ما بيعملوش حاجه وبس. ليه المنتجات بتاعته مش متوفره وما بيكتبهاش ليه الدكاتره مثلا؟ بالذات علاج الهيباتيتس مثلا منتشر بالملايين في مصر وبتاع، ليه ما بيكتبهاش الدكاتره في روشتاتهم؟ والشركات ليه ما بتنتجهاش وما بتوزعهاش في الشركات الادويه؟ جزاك الله خير. المنتجات دي ما الاطباء ما بيكتبوهاش، بالذات علاج مثلا الهيباتيتس اللي جاي مفعول كبير جدا مثلا. صح. الله يكرمك. السؤال الثاني مثلا تنقيه الجسم من السموم يعني اللي بالاعشاب. بارك الله فيك. السلام عليكم. ربنا يكرمك. الف شكر يا استاذ عبد الرحمن وجزاك الله خيرا على هذه الاسئله القيمه. نرجع تاني. انت فكرك لما بننقع القدمين السموم بتخرج من القدمين؟ انا بسال يعني هل ده فعلا فكرة؟ لا 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 لا، هو نتيجه البراد سيركوليشن اللي الدوره الدمويه اللي بتتم بسرعه 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 بسرعه. فدي بتتعرض على الكليتين وبتخلي الكلام يتم باكثر. فوجدوا انها بتعمل يعني ايه؟ يعني نقدر نقول ان هي بتعمل زياده لقنطره الكليتين. ايوه. بالسموم. بالاضافه الى حاجه مهمه جدا، بتزود قدره الكبد على الديتوكسيكيشن، مقاومه السموم. طب
اساعد الكبد ازاي وباني اعمله نوع من انواع التنشيط، كيفيه حدوث تنشيط؟ لا التنشيط انا بتكلمنا كف ثلاثه. نعم بتكلمنا كف ثلاثه. كف ثلاثه اي واحد بياخده يعني، ما انت عارف انت نفسك ايه يعني، جربت وغيرك جرب. طب هنا الناس اللي بتقول لي اسال لنا الدكتور على الكسل والوخم اللي بقى فينا كل ده بيشيله تماما، ما بنقدرش دايما. بص لما تيجي تلقى في واحد قاعد وبتكلمه يبقى صاحي، ومجرد ما تسيبه الانام واخده سنه من النوم كده وراسه تتسقط منه، تمام، كل ده نتيجه وجود كبد دهني. تمام. والكبد الدهني بيعمل كسل في الجسم كله. كويس. لو خد كف ثلاثه لمده شهرين رجع كمان 10 سنين. تمام. الاخ اللي بيتكلم في كف ثلاثه، يا اخي انا جهدت جهاد الامرين بعد ما عملت براءه اختراع امريكيه والاوروبيه. الاوروبيه في ثلاث دول مهمه جدا، انجلترا وفرنسا والمانيا. نعم. وعملت الدواء اللي هو انتي فيري. لا وانجلترا ما فيهاش تهريج يعني، ظنينا ان لا لا ولا امريكا فيها تهريج، واي حاجه خاصه بالانسان لابد ان بيعملوها تجريب، بيحترموا الانسان وتم التجريب. تكلفة اي واحده من دول الامريكيه متكلفه 175,000 دولار، والاوروبيه متكلفه 170,000 دولار، ده خلاف النسريات، خلاف مثلا اللي هو الكونسلتنت اللي بتاعنا اللي موجود هناك، الاستشاري اللي موجود هناك اللي هو جي اي كيمب. جي اي كيمب كانت تاخد 3000 جنيه استرليني كل شهر. ما شاء الله. كل الكلام ده خدوا الدواء ايه لمين اللي خدته؟ خدته المانيا، خدته انجلترا، قصدي خدته كندا وامريكا. تمام. جيت هنا سجلوه، ما فيش حد هيسجل. طب ليه يا دكتور؟ المشكله ايه؟ المشكله يا استاذ عمر، المشكله مش مشكله، احنا ما عندناش مشكله. المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا ضد كل شيء مصري. تمام. ناخد الاستاذ عادل. عادل السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا أستاذ عادل. لو سمحت حضرتك معاك عادل من الفيوم. أهلا بيك يا أستاذ عادل وأهلا بكل أهل الفيوم. اتفضل دكتور معاك، اتفضل. لو سمحت حضرتك أنا شغال محافظ قرآن، ودائما مسجد. ربنا يكرمك. عايز حاجة لالتهابات الحنجرة والتهابات الجيوب الأنفية. حاضر. تمام. بقول لحضرتك انا شغال محصل قرآن. لا 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 سامعين سامعين، الله يجزيك خير، عشان بس التلفزيون سمعنا والله. هو التلفزيون عندك هيعيد الموضوع. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ عادل، يا ريت يا جماعه اللي يكلمنا يوطي التلفزيون علشان ما نعيدش الكلام تاني. حاضر، حضرتك عايز حاجات لالتهابات الحنجره باذن الله هنكلمك. والجيوب الانفيه. والجيوب الانفيه. ماشي، اشكرك استاذ عادل، شكرا جزيلا. نرجع تاني ونتكلم. بص انا لما عملت مرات اختراع الثوره دخلت في كام؟ انا ما كنتش دخلت اسم بوليس، دخلت في 20 قضيه في الايه، في القضاء الاداري. ليه؟ والحمد لله كسبتهم كلهم. الحمد لله. لا لسبب، لان هنا في مصر احنا ايه، انت تخوفني منك، باسونا بيننا شديد. لا والله العظيم باسونا بيننا شديد. بمعنى ايه؟ معنى القسم اللي انت بتشتغل فيه كل واحد يقول لك الله، يعني هو ده الجهبذ اللي موجود العمل وخلاص، فيبدا يشككوا فيها. لا 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 مش كده، ده احنا شوف تطلع بره تعمل حاجه كلهم يرفعوك. احنا جديد ده عايزه مؤتمر قومي الكلام ده. نعم نعم. عايز مؤتمر قومي. ليه احنا بنكره النجاح؟ ليه بنحارب النجاح؟ وليه مش عايزين المصري يطلع؟ لا بره بينجح، وليه خش هنا اللي وليه ما بينجحش في بلده؟ الاسباب لان في معوقات كبير جدا، وبعدين في ناحيه ده جوه قسمك. نعم. تسمع كلام بطريقه غير مثل. فارجع للتنشيط. النهارده بيحدث وبخصوصا ان احنا النهارده بين الفصول. يا دكتور ايه السبب وراء الخمول والكسل بين الفصول؟ الخمول والكسل بين الفصول كله ده يرجع الى وجود الكبد الدهني. وقلنا الكبد الدهني كان زمان في الأربعين سنة بيتواجد، أو في الخمسين، دلوقتي بيتواجد في الشباب عند العشرين والثلاثين. طب المخرج بيقول معنا اتصال، فتعال نعرف مين. السلام عليكم ورحمة الله. اتفضل يا أخي. أكلم دكتور عباس على معاك؟ هو معاك. اتفضل يا فندم. اتفضل. أنا عندي والدتي عنديها القدمين بتوعها فيهم أملاح. اسمك إيه؟ فيهم أملاح. كتير يا فندم، زنجان. ماشي ماشي تمام. القدمين فيهم املاح، عارفين نفس الكلام اللي احنا قلناه. تمام فيه. حاضر، في اي مشكله ثانيه؟ لا القدمين. لا تمام. شكرا جزيلا يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا ان انت بتسال عن والدتك، ربنا يكرمك يا رب. نرجع تاني ونتكلم على الكسل بين الفصول. كف ثلاثة يا استاذ عمر بيرجع الكبد، لو خدته لمده 60 يوم او 90 يوم يرجع الكبد 10 سنين لورا. بدليل حاجه انك انت لو عملت سونار على الكبد قبل كده ولقيته فاتي ليفر، او احنا زي ما بنجس ان الفاتي ليفر بيرجعه الى ما كان عليه تمام، بيرجعه 10 سنين. والكبد اساسا مسؤول عن 125 وظيفه في الجسم. على فكره في منتهى الاهميه الكبد ده، ان احنا بنهمله، وفي منتهى الاهميه انه بيقوم بعمليه الديتوكسيكيشن.
بينتج البروتينات المناعيه اللي بتقاوم كل شيء، البروتينات المناعيه اللي بينتجها الكبد. تمام. نمره 3 بيخلي الانزيمات تكوين الاحماض الامينيه غير الاساسيه اللي بتكون في الجسم. طب كيفيه اخذ كف 3 خصوصا للكسل الوخم؟ الغداء قبل الغداء وقبل العشاء بيتاخد معلقه. ليه قلت لي بعد بعد الغداء بيعمل نوع من انواع الرجيم لو يعمل انت نوع من انواع الهضم؟ لا بص بقى، لو انا خدت في واحد مثلا عنده دهون الكبد كبيره، تمام، 5 سم عامله 5 سم، لو خد كف 3 قبل الاكل اللي بيحصل ايه؟ بتسيح الدهون، تلاقي قاس ابتدى يقل. ده قبل الاكل. عندي نوعين من الدهون. طب وبعد الاكل؟ لا بعد الاكل يخس اكتر. يخس اكتر، لكن قبل الاكل ينزل دهون نفسه شويه، ممكن بيفتح نفسه شويه. اه قبل الاكل. قبل الاكل، لكن لو خدته بعد الاكل مثلا بنص ساعه ولا حاجه، بيسرع من الهضم. دي نمره 1. نمره 2 بيشيل الدهون اللي موجوده حوالين الكبد، الدهون الموجوده حوالين الكبد يعني بيشيلها برضو، نفس التأثير. الكلام نفس التأثير. نعم. بس قبل الاكل بيفتح النفس. قبل الاكل بيفتح النفس. احنا دايما لمريض الكبد بنديه له قبل الاكل، لذلك بنديه قبل الغداء وقبل العشاء وبعد الافطار. هل مريض الكبد بيعاني من 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 نقدر نقول فقدان للشهيه؟ لا طبعا بيعاني من فقدان، في عدد كبير جدا بيعاني منهم فقدان في الشهيه، وعدد كبير جدا منهم بيعاني من معاناه كبيره جدا الهضم. نعم. بيعاني دايما الكبد لما يكون كبد دهني، يقابله دايما التهاب في الغفران الغليظ، الارهاق الشديد، هو التعب، الكسل. اتكلمنا قبل كده عن الكرونيك معالج لهذه المواضيع، كرونيك فاتيج سندروم اللي هي متلازمه الاجهاد المزمن. بالظبط. قلت ان متلازمه الاجهاد المزمن لو خدت ادويه كيماويه هاخد سنه ونص، انا يكفيني من شهرين الى ثلاث شهور اشيل متلازمه الاجهاد المزمن. لكف 3. لكف 3. طيب تمام. كف 3 ده يعني هنرجع لو في كف 3 المدعم بالقص الهندي ده، عشان اللي احنا قلنا ينشط الرجال وينشط النساء. ده تنشيط للعمليه بين الزوجين. طيب خليني ارجع تاني واتكلم على المنتجات. النهارده حضرتك اضفت ليهم برضو، انا مش هتكلم على شامبو الصبغه لان حضرتك كلمت عليه باستفاضه، انا هتكلم على زيت سلطانه وشامبو سلطانه للاعتناء بالشعر. استاذ عمر، انا شخصيا بعمل حاجه بعملها طبعا للاسف يعني بنجربها على الناس اللي عندهم شعر. نعم. خد بالك معدن. فلا الحمد لله لا معدن، جربناه قبل كده، جربنا في ذره قبل كده. اللي حصل بقى ان الشامبو ده شامبو طبيعي، عشان كده ينفع للكبار والصغار. تمام. ولكن في ناحيه مهمه جدا، الزيت سلطان انا قلت لك انا حطيت 5 زيوت، واتحدى ان جميع الزيوت اللي موجوده واللي بتتعرض كلها فيها قاعده بارافين. يعني لو بيبيع لك الزيت 100 سنتي هتلقى فيه 80 سنتي برافين. تمام. زيت برافين، انا ما عنديش 1 سنتي برافين. كويس. انا بعمل زيت الجرجير، زيت الجوجوبا، زيت الامله، زيت جوز الهند، زيت الخروع، ادي 5 زيوت للتطويل. تمام. والتكثيف ومنع التساقط في الوقت نفسه، تعالج مناطق الثعلبه كمان. نمره ايه؟ شوف قد ايه. بعد كده بضيف حاجتين للتنعيم اللي هم البردقوش، زيت البردقوش وزيت الروزماري. الكلام ده يا استاذ عمر اي حد بياخده، اي حد بيستخدمه، وماشي كان زي الهشيم في المملكه العربيه في السعوديه. ليه؟ لان في كميات كبيره جدا من الزيوت الطبيعيه انت لما تشمه هتجد خيمته. احيانا بضيف عليه زيت توم، بس زيت التوم مشكلته ان هو الناس بتضطر تغسل مره مرتين وثلاثه واربعه، بضيف الاسنشال اويلز الزيت الطبيعي. طيب. الزيت ده بيعمل ايه يا استاذ عمر؟ مجرد انك تطبقه مرتين في الاسبوع، تحطه 4 ساعات مرتين في الاسبوع، يمنع التساقط الى ابعد الحدود. حكيت لي حكايه قبل كده، قلت لي ان احد اصدقاء حضرتك مره واحده مسك ازازه الزيت وشربها. فانت قلت لي شرب زيت الدكتور يعني، وانا قلت ايه اللي حصل دكتور؟ قلت لي ولا حاجه. لسبب انه كله زيت طبيعي. ادي حضرتك مثال. عارف زيت الجرجير؟ لو انت خدت نقطتين اتنين على السلطه كانك حطيت بما يوازي نص كيلو جرجير. تمام. لو اكلت هتقدر تاكل نص كيلو جرجير؟ لا طبعا. يعمل لك انتفاخات وجع دماغ. طبعا. الزيت هنا زيت طبيعي. الزيت بقول لك نقطتين ثلاثه على السلطه. فواحد هو خد بقين لان هو شمه ليه ريحته كويسه، خد بقين ولا حاجه. لان انت لما تيجي زيت الجوجوبا يشرب، زيت الامله يشرب، زيت الامله بيتاكل في في في, في الامله. تمام. اللي هو الاملج. زيت جوز الهند برضه بيتاكل في جوز الهند. طب ليا سؤال في هذا الموضوع، لكن هاخد محمد وارجع تاني. محمد السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم، ازيك يا استاذ عمر؟ اهلا بحضرتك، اتفضل يا استاذ. ممكن اعمل مداخله مع الدكتور عبد الباسط؟ طبعا اتفضل يا فندم. طبعا انت مشارك بالفعل. ازيك يا دكتور؟ بقول لحضرتك يا دكتور، كنت عايز اسال عن مريض فيروس سي. البي سي ار كان من حوالي شهرين كده كان حوالي 7 مليون. 7 مليون؟ معايا يا دكتور؟ نعم.
تمام. بس هو انا عندي سؤال ثاني حضرتك، كان اللي هو نقص الصفائح الدمويه كان على الصفائح الدمويه كان 18 اتصلت لحضرتك وباخد الفيتامين الكاف 3 المدعم بالقص المدعم بالصبر. مدعم بالصبر. بس حضرتك كان الدكتور كاتب لي معاه على برشام ديفيردازون اللي هو زي الكورتيزون كده، هل بيمشي مع دول يحصل تضارب في الاثنين؟ حاضر حاضر، ألف سلام عليك. ماشي. وسؤال أيضا نقطع على الفيروس في حضرتك، يعني لو حضرتك منتج مع حضرتك أو الوصفة أو حاجة تساعد الكبد في فيروس سي. عينيا الاثنين يا أستاذ محمد، وشفاك الله وعافاك وتابعنا إن شاء الله هنجاوبك حالا. يا فندم احنا عندنا أنتي فايرين ضد فيروس سي أولا 7 مليون دي. دكتور عايزين بس نمشي بالتسلسل عشان الناس بقى ما يزعلوش منك ويقول لك أنت كنت محمد قبله. ماشي. طيب خلينا نجاوب الأسئلة، ولكن بس أنا قبل ما أبدأ في إجابة الأسئلة حابب بس ختام لحضرتك في الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان الزيوت الطبيعيه نقدر نشربها طبيعي جدا ما فيهاش اي مشكله، وتساعد على تظبيط نقدر نقول الجسم، وبتبقى ممتعه للجسم ما فيهاش اي مشكله ولا اي خطوره. طيب خليني ابدا الاسئله برضو. اجابه الاسئله كان معايا الاستاذ عبد الرحمن، قال اعشاب تنشيط عمليه التبويض موجود عندنا، احنا اتكلمنا فيها النوبه اللي فاتت. قال ايه؟ معلش هو برضه عايز اسمع. اتكلمنا اعشاب التبويض النوبه اللي فاتت، اتكلمنا عن الخلطه السويديه، وقلنا الخلطه السويديه ان انتجتها في السويد وموجودة الخلطة السويدية. وبعدين وجدت السيدة عائشة كان بتصف ما يسمى بالهدال أو الدبق. تمام، يعني هي الوصفة موجودة عند حضرتك. موجودة موجودة عندنا، ورقم التليفونات موجودة على الشاشة تقدر تاخدها. ماشي. معانا آخر اتصال أستاذ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. ممكن يتكلم دكتور؟ معاك والله، اتفضل. كاف 3 بنلاقيه فين؟ مش لاقيين في السوق مصر، فين هنلاقيه؟ حاضر. حاضر، ربنا يكرمك يا رب، شكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا. نرجع تاني نجاوب بسرعه. كان تاني سؤال الاستاذ عبد الرحمن بيتكلم على ماء الجنين. حضرتك ماء الجنين اساسا السائل الامنيوسي، السائل الامنيوسي لو قل عن 10% او 15% يرجعوا يعملوا ايه؟ يعملوا بورشن على طول، بيخافوا لحسن الجنين يلتصق بالرحم. فالماء زمزم بيشيل العمليه دي تماما. لماذا منتجات الدكتور، اخر سؤال اللي اتصل عليه تاني جزاك الله خير الاستاذ عبد الرحمن، اتصل وقال لماذا ادويه الدكتور وهو عالم جليل ما الدكاتره ما بيكتبوهاش في يروح يشوفها في المانيا ويشوفها في المانيا ويشوفها في السويد ويشوفها في كندا ويشوفها في امريكا. الانتي فايري مضاد للفيروس مستخدم، لكن ما تشوفهاش في مصر، صح كده؟ نوت ماي جوب يعني. تمام، دي مش شغلته. تمام. كان معانا ام معاذ بتقول لسرعه الترسيب، هي كانت 100 خدت الدواء بقت 80، هي كتير جدا. عشان كده لازم يدوها كورتيزونات. لا دي لازم في التهاب في حته وغير التهاب في التهاب في العظم. طب هي تنقع رجليها في الخردل مهم جدا. في الخردل تنقع رجليها في المحلول اللي احنا عاملينه في الاعشاب اللي احنا عاملينها. لانها مكونه من اربع اعشاب. وهي طبيعيه 100%. وهي طبيعيه على فكره، بالذات لتجريف الدم مهم جدا. وتاخد ما يسمى بزيت ظهره الربيع البرايم روز، ثلاث كبسولات، كبسوله بعد كل اكل، تستمر على البرايم روز على طول. تمام. ليه؟ لان البرايم روز بيعمل حاجه مهمه جدا في استروجين لايك سبستانس، شبيه الاستروجين الانثوي، وبالتالي يمنع حشيشه العظم. ابو انس من الجزائر كان بيتكلم على علاج الدوالي الثقيل. ينقع رجليه في المحلول بتاعنا لانه بيجري الدم ويصفي البتاع، وبعدين بعد ما يشيله ينشف ويتهم بالخل. يتهم بالخل. طب هو هنا لو حط رجليه هيبقى القدم بس. لو يا فندم بقول لك القدم يجري الدم في الدماغ فيساعد على انا كنت تعبان على فكره في ناحيه، انا كان عندي برد شديد جدا وكحه وبتاع ده، وبعدين رحت مشتكر العمليه دي وحطيت البتاع ده، انا قدرت اجي. كريم كان بيتكلم على داينامتي. داينامتي كريم موجود عند ابو الحاج محمد، موجود عند الحاج محمد العجب العجاب. طيب الاستاذ عادل بيتكلم، هو محافظ قران، فعايز حاجات لالتهاب الحنجره وايضا للجيوب الانفيه. التهاب الحنجره والجيوب الانفيه، اولا الجيوب الانفيه يا استاذ عمر لازم نجيب ظهر البابونج. تمام. ونحط عليه ميه بتغلي، وبعد كده نصفيه، بعد ما نصفيه ويبرد يعني يدفى، نستنشئ بيه صباحا ومساء لمده 10 ايام. تمام. يشيل التهاب الجيوب الانفيه. تمام. بالنسبه للحنجره عليك بالجنزبيل، الجنزبيل، الجنزبيل، الزنجبيل. مرتين ثلاثه في اليوم. استاذ جبريل بيتكلم ان والدته القدمين فيهم املاح، تعمل ايه؟ برضه احنا قلت نفس المحلول الاعشاب اللي احنا بنتكلم عنها بتاع تنقيع القدمين. تمام. لابد تاخدها من عندنا وتنقع القدمين كل يوم. يعني هم لو اتصلوا بارقام الشركه هيلاقوها موجوده. بص يا استاذ عمر، هقول لحضرتك حاجه. تمام. في راجل من الرجال كبار جدا، اكبر راجل اعمال موجود في المملكه العربيه السعوديه، كان بيصلي وهو قاعد. تمام. ابتدى يصلي وهو واقف في رمضان كله في الخيام.
نتيجة اولا ونتيجة الانتظام على هذه الخلطة. استاذ محمد بيكلمك على فيروس سي 7 مليون من شهر. هو اولا يا اخوانا الكلام اللي بيتم في مصر في التحليلات دي كلها غلط. تمام. الليتريتشر العالمي لم تسجل اكتر من 1,750,000، فانا مش عارف 7 مليون دي بتيجي منين. تمام. يعمل ايه بقى؟ هل في حاجه يجينا يا فندم، يجينا نديله الانتي فايرين مضاد الفيروس. انتي فايرين، الانتي فايرين مضاد الفيروس. وكف 3، وكف 3 لازم، احنا بندي الكورس كده. تمام. عشان احنا ده سبورتنج ليفر، ده بيعضد خلايا الكبد، وفي الوقت نفسه الانتي فايرين بيموت الفيروس. طب ليه انت ما غلتش يعني؟ انا بقى اسالك سؤال، ليه الناس كلها لما بتنزل حاجات لفيروس سي بتبقى غاليه جدا، والكورس ب 900 وهنضربه في 3 شهور مش عارف هيبقى قد ايه في 9 شهور؟ ليه انت حضرتك منزل الموضوع في متناول الجميع؟ بص، ومن يغلو ياتي يوم القيامه بما غل. فاكر؟ الله يكرمك، ربنا يجزي خير اولا واخيرا. بيتكلم على نقص الصفائح الدمويه يا استاذي الفاضل، وبيستخدم كف 3 لازم كف 3 المدعم بالصبر. على ياخد برشام؟ ياخد ما يجراش حاجه، الكورتيزون ياخد. بس في ناحيه مهمه جدا، الكف 3 المدعم بالصبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا في المرين من شفاء السفاء والصبر. نعم. يعني بيدلين عليهم. نعم. لانه هو دي السقفيه العلميه للطب النبوي، ماذا في المرين من شفاء، يعني شوفوا فيهم شفاء. وقال عليكم بالصبر فانه يغوص للمرض في العروق. الصبر مش الصبر الصبر المعنوي اللي فاصبر لحكم ربك، لا، الصبر اللي هو نبات اسمه نبات الصبر. طيب كاف 3 الاستاذ عبد العزيز اخر اتصال كان بيقول لك كاف 3 من اين نحصل عليه؟ ما يا اخي تعالنا في اما ارقام التليفون، ارقام التليفونات تاخد. طب يا جماعه مصر الارقام ظاهره دلوقتي، ونتواصل مع اي حد حابب ان هو يتواصل مع شركه روديو سلمى اللي الوكيل الحصري لمنتجات الاستاذ دكتور عبد الباسط السيد. طب خليني اقول لحضرتك نصيحه من حضرتك لكل مشاهدينا، تقول لهم ايه في هذه الايام؟ وقال بص يا استاذ عمر، اي انسان عنده ما يقدرش ينام بالليل، نومه قليل، ينقع رجليه في الايه في الاعشاب دي في 6 لتر ميه دافيه، ويحافظ النص ساعه ان الميه تبقى دافيه. تمام. لما تحطهم بتاع هنا يبقى جسمك كله ارق. تمام. ولذلك احنا بنحط وبعدين نحط براد سخن، كل ما الميه تقل سخونتها نحط. الكلام ده بيجري الدورة الدموية في كلها. لما يجري الدورة الدموية كأنك لعبت، كأنك مشيت. يعني نمرة واحد، نمرة اتنين، في حاجة في منتهى الأهمية. أنت اتخلصت من السموم كلها اللي موجودة. واخد بال حضرتك؟ نمرة تلاتة، في حاجة تاني، أنك أنت نظمت ال 14 عام اللي المسؤولين عن عدم تكوين الجلطة داخل الأوعية الدموية، اللي عنده استعداد لتكوين جلطة في القدمين، اللي عنده استعداد لتكوين جلطة في المخ، السكتة الدماغية، اللي عنده استعداد لتكوين جلطة في القلب أو في الشرايين التاجية. كل الكلام ده بيقضي عليها الكلام ده تماما. تمام. خليني اقول لحضرتك في النهايه، طبعا النهارده بقى في ضغوط وستريس على كل الرجال او اغلب الرجال في اعمالهم، فالنهارده يضيعوا هذا الاسترس والضغوط، هذه الضغوط الشديده ازاي؟ هي دي هي دي. يعني هل هذه هي مريحه؟ جدا. وفي ناحيه كمان اقول لك على حاجه. نعم. ده الناس اللي بيعانوا من عدم الانتصاب، ان دي بتجري الدم في الاطراف. طب حضرتك دلوقتي احنا بنقول لاي مريض اجري، علشان لو انت عايز تخس، لو انت عايز تنزل الدهون اجري علشان تنشط الدوره الدمويه. طب هل الانسان اللي عايز يخس لو حط رجليه في هذه الخلطه يساعد على تنشيط الدوره الدمويه والحرق؟ لان في ناس كتيره جدا بعد عنك ما بتقدرش تعمل الكلام ده اكتف ليه، اكيد يعني يجري فيه باسف ليه، فما بالك لو مشي وحط رجليه بعد كده؟ يبقى اكيد ان في ان شاء الله نتيجه ايجابيه. في النهايه طبعا مشاهدينا الكرام، خلص وقت حلقتنا النهارده مع حضراتكم، مع البروفيسور العالم الاستاذ دكتور عبد الباسط السيد، استاذ التحليل الطبيه بالمركز القومي للبحوث، وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، واستاذ الاطباء التكميلي بمصر. اشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا. اشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، وبتمنى من الله ان احنا نكون اجبنا اجابات وافيه لكل اللي اتصلوا بينا، ونعتذر كل الاعتذار على من لم يسعهم الوقت للدخول على الهواء. وعايز اقول ان اي حد حابب انه يحصل على المنتجات او كف 3 او ما شابه ذلك، ارقام شركه روديو سلمى ظاهره على الشاشه سواء في مصر او الوكلاء في جميع دول العالم. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.